حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة هناك سؤال يتكرر كثيرا، ماذا أفعل إذا انشغلت عن الصلاة وأنا في الصلاة؟ الحقيقة هذه مشكلة يعاني منها لا أقول القليل بل الكثير من الناس، وعلاجها بسيط وسببها معروف. أيها الأحبة، الصلاة أحبتي في الله هي صلة العبد بربه. فأنت عندما تذهب للقاء أمير أو وزير أو ملك أو مسؤول كبير، الحقيقة يعني عندما تجلس بين يديه أو تقف بين يديه، كل تفكيرك يكون منصبا باتجاه هذا الإنسان، لأنه إنسان كبير، وتفكر كيف ستطلب حاجتك منه، ماذا ستقول له، كيف سينظر إليك، ماذا سيحدث بعد هذا اللقاء. طيب، أنت الآن في كل صلاة تقف بين يدي مالك الملك سبحانه وتعالى، ماذا تريد من هذا الإله العظيم؟ يعني فكر أثناء الصلاة، فكر ماذا تريد. طيب، كيف سينظر إليك هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى وأنت تقف بين يديه؟ لذلك أيها الأحبة، أنا أقترح طريقة تستخدم في علم النفس كثيرا، يعني يمكن أن أسميها التهيئة النفسية لاستقبال حدث معين. يعني قبل الصلاة ينبغي أن تفكر بضع دقائق قبل أن تصلي. أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل إلى الصلاة هكذا، كان يجلس ويذكر الله، ويكون من قبل الأذان جالسا ويذكر الله ويفكر بلقاء الله، يفكر بيوم القيامة، يفكر أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة له، فماذا يطلب؟ لذلك صلي صلاة مودع، كأنك تودع الدنيا الآن. سبب انشغالك بالصلاة أنك لا تستحضر هذه المعاني فقط، لا يوجد سبب آخر. أنت تمارس الصلاة كعادة روتينية مثل الطعام والشراب، وليس له أي تأثير. فكر أن هذا اللقاء هو لقاء مع الله. يعني أنا الآن بعد قليل مثلا سيؤذن المغرب مثلا، أنا ينبغي بين العصر والمغرب أجلس وأفكر أن لي لقاء مع الله بعد أذان المغرب، وهو صلاة المغرب. يجب أن أفكر أن لي لقاء مع الله، ماذا سأطلب منه عز وجل، كيف سأناجيه، وسأضع حاجتي بين يديه سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني الله قريب منا ونحن نبتعد عنه، سبحان الله. يعني هذه أحدنا أيها الأحبة يحاول أن يتقرب من الأغنياء أو المسؤولين أو الناس الذين لك حاجة عندهم، تتقرب إليهم، وبخاصة إذا كان لك حاجة، لك معاملة، قضاء حاجة معين، تتقرب إليه. طب أنت كل حياتك وكل حوائجك مع الملك سبحانه وتعالى، فكر قبل الصلاة أن هناك الدقائق الخمسة هذه التي ستقوم ستؤدي خلالها الصلاة هي فرصة لك لتطلب ما تشاء، فرصة، وهذه الفرصة تتكرر كل يوم 5 مرات، ويمكن أن تجعلها تتكرر أكثر من خلال صلاة قيام الليل وصلاة النوافل، تستطيع أن تجعلها تتكرر في أي وقت تشاء، وهذا من كرم الخالق عز وجل. الملوك تغلق أبوابها أيها الأحبة، لا يوجد ملك
يستقبلك في كل لحظة. مالك الملك يستقبل عباده كل يوم 5 مرات على الأقل في الصلوات المفروضة. طيب ما هذه الرحمة؟ ما هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى؟ أنا ينبغي الآن أن أجلس وأفكر ماذا سأطلب من هذا الخالق العظيم، ما هي همومي التي أعاني منها. طيب هذا 1. 2، الله سبحانه وتعالى أعطاني حل عملي للتركيز أثناء الصلاة، ما هو؟ وهذا الحل يؤدي لنجاحي في الحياة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن ربط بين الخشوع وبين النجاح. قد أفلح، نجح يعني أفلح، وكلمة أفلح أعلى من نجح، لأن يعني الفلاح لا يوجد معه فشل، ولكن النجاح قد تتعرض لفشل أو لنجاح، أما الفلاح لا يوجد معه فشل. إذن أيها الأحبة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعاني من عدم الخشوع. طيب كيف يأتي الخشوع؟ الحل بسيط، أن نتفكر في معاني الآيات، وأنا أقترح أن تجهز كل مرة سورة أو سورتين ستقرأهما أو بضع آيات. يعني مثلا أنا سأصلي المغرب بعد قليل، سأقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، إما سورة قصيرة وإما بضع آيات. في الركعة الثانية نفس الشيء. طيب أنا أحضر قبل أن أبدأ الصلاة، ماذا سأقرأ اليوم؟ طيب مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب هذه الآية الكريمة أنا أستطيع أن أجلس وأحفظها وأكتبها وأحفظها، لن تأخذ مني أكثر من ربع ساعة. أجهز نفسي لأقرأها في الصلاة. هنا أنت كل ذاكرتك، ما الذي حدث بها؟ أصبحت منشغلا بالتركيز بتأدية هذه الآية وقراءتها قراءة سليمة. الشيء الثاني، تفكيرك منشغل، ماذا سأدعو في سجودي في هذه الصلاة؟ تختار دعاء معين. للأسف معظم الناس يقرأ قل هو الله أحد والعصر، أي سورتين، أصبح نظام روتيني، يدعو بدعاء روتيني حتى لا يستشعر عظمة هذا الدعاء. يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أصبح روتينيا لا يشعر وهو يدعو الله أين حسنة الدنيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الصالحة وحسنة الآخرة هي الجنة. عندما تدعو هذا الدعاء فكر أن أبواب الجنة تفتح أمامك. عندما تقرأ سورة الفاتحة وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، على فكرة إياك لم ترد في القرآن إلا في سورة الفاتحة، ليقول الله لك إن الاستعانة لا تصح إلا بالله عز وجل. فأنا لدي احتياجات كثيرة، لدي أمراض، قد أتعرض لظلم، لنقص مادي، أستغل هذه الفترة أدعو الله بها. الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا أكتفي بالتسبيح بل أدعو الله وأكثر من الدعوة وأطيل الركوع. أطيل الركوع أيها الأحبة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أطل في صلاتك أخي الحبيب، لا تجعل الصلاة روتينية، حاول أن تحفظ بعض آيات القرآن واقرأ بها في الصلاة. يعني ما المانع أن تقرأ مثلا سورة مريم في ركعتين، سورة يوسف في ركعتين، ما المانع من ذلك؟ طيب أنت في حالة تأدية الصلاة، إذن لديك الخشوع ضروري، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى ضروري،
التهيئة النفسية للصلاة ضرورية جدا، أن تهيئ نفسك، ماذا سأقرأ من القرآن، ماذا سأدعو الله، كيف سيستجيب لي الله. تحاول أن تؤنق نفسك لباس جميل، تطيب نفسك، تنظف أسنانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا تقدم إلى الصلاة إلا بعد تنظيف أسنانك. طبعا السواك هنا لا ليس من الضروري، عود الأراك، أي وسيلة للتنظيف، معجون الأسنان، وسائل كثيرة جدا، السواك، عود الأراك أو غير ذلك. المهم أن تكون رائحة فمك زكية، وهذا فيه منفعة لك، فيه مصلحة لك. مثلا أن تطهر نفسك جيدا، أن تجهز نفسك، تقول ربما تكون هذه آخر صلاة، ما الذي يدريني، هل سأعيش بعدها أم تتوقف الحياة أم ماذا، لا تعلم متى سيأتي الأجل. النبي قال صلي صلاة مودع، فأعتبر أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة، لذلك أجتهد في أن أطيل الصلاة، أقرأ قراءة حسنة، أحكام التجويد، أطيل السجود والدعاء لله سبحانه وتعالى، وأطلب. الله تعالى يحب العبد الذي يلح عليه في الطلب، أطلب ما تشاء. هذه الآلية أيها الأحبة إذا اتبعتها سترتاح نفسيا، صدقني. جرب الآن في أول صلاة ستصليها، جرب هذه التقنيات التي سألخصها لك باختصار. هيئ نفسك قبل الصلاة بفترة كافية، على الأقل 5 دقائق أو 10 دقائق أو نصف ساعة. فكر ماذا ستقرأ في الركعة الأولى والثانية، حبذا لو تحفظ وتقرأ، تحفظ وتقرأ. فكر ماذا ستطلب من الله عز وجل في هذه الصلاة، فكر أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة في عمرك، فكر أن كل آية تقرأها يجب أن تتمهل قليلا وتتفكر فيها، اهدنا الصراط المستقيم، لا تقرأها هكذا، بل فكر ولو ل5 ثواني أنك تطلب من الله أن يهديك الطريق المستقيم. استرجع، قل أنا أمارس الكذب أحيانا، ينبغي أن أترك الكذب، أنا أنظر إلى ما حرم الله، يجب أن أترك، وإلا ما فائدة أن أقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تسير في طريق الشيطان. تعديل سلوك، نحتاج إلى تعديل سلوك أيها الأحبة، الصلاة تعدل سلوكك. لذلك الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى. لا يوجد في القرآن صلوا، أقم دائما، أقم الصلاة. لماذا أقم؟ لأن عملية الصلاة تحتاج إلى استعدادات، تماما مثل أنا عندما أقول لك مثلا أقم هذا البناء، أقم هذا البناء، البناء يقام في ثانية، يحتاج لمخطط ويحتاج لدراسة ويحتاج لعمل ومجهود. أقم الصلاة، إذن هناك تروي، أفكر، أتمهل، تهيئة نفسية، تحمية نفسية، تمارين تحمية تسمى في علم النفس، ضرورية جدا. أهيئ نفسي للصلاة، أجلس قبل الصلاة أستغفر الله كما كان حبيبكم يفعل، حبيبكم عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل عندما كان قبل غياب الشمس يجلس ويذكر الله تعالى حتى يؤذن المغرب ويستغفر الله، عند شروق الشمس قبل طلوع الشمس يجلس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتي الضحى. هذا الأمر أيها الأحبة ضروري جدا لكي تستمتع بالصلاة وتشعر بحلاوة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.